للأسف منتخبنا خرج من دور ال 16، ولكن الحقيقة في نقطة مضيئة وهو التحكيم المصري في البطولة الأفريقية. وجود محمود عاشور، كمان كابتن محمود عاشور في المباراة النهائية في تقنية الفار، ده كمان شيء يسعدنا جدا. الأداء التحكيمي في هذه البطولة على مستوى التحكيم المصري الحقيقة كلنا راضيين عنه، لكن كمان تفاصيله لازم نتكلم مع خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس اللي مشرفنا دلوقتي على التليفون. كابتن ناصر مساء الفل. تحياتي كابتن هاني، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وتحياتي للنجوم الكبار حبيبي كابتن اسامه عرابي وحشني كتير. الله يكرمك. وكابتن عمرو وحشني كتير يا كابتن عمرو. كابتن ناصر طبعا اكيد طبعا بحكم حبك للتحكيم اكيد متابع ردود الافعال ويعني الشكل الرائع اللي ظهر بيه التحكيم المصري خلال البطوله. اخد رايك والسؤال دايما اللي بيتسال يعني الناس وهي قاعده، هو ليه التحكيم المصري يعني في البطوله الافريقيه متفوق ومتميز وعندنا في الدوري المصري بيكون عليه علامه استفهام؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني يعني حكمنا محمود عاشور هيكون متواجد في النهائي في تقنيه الفار، رايك ايه؟ كابتن هاني سؤال مهم جدا، ليه الحكام بتتميز في المباريات الخارجيه وعندنا يمكن في بعض المشاكل؟ كابتن هاني، اولا عندنا هناك في البطوله الحوافز والدوافع موجوده كثيره جدا جدا، حدث ولا حرج. خلينا نتكلم في اول حاجه مهمه جدا، مجموعه الحكام اللي موجوده هناك كابتن هاني اللي هم 26 حكم، هيتم اختيار منهم حكام. اولا اعاده تصنيف الحكام في القاره الافريقيه، دي نمره واحد، عشان بس الساده المشاهدين عارفين ان في 20 حكم محترف حاليا هم يتقاضوا مبالغ من الاتحاد الدولي. النهارده بعد البطوله هيتم اعاده التصنيف من جديد، في حكام هتخرج خارج التصنيف وفي حكام هتدخل في التصنيف اللي هم ال 20 حكم اللي هم بيعتبروا البروفيشنال بتوع الاتحاد الافريقي. الحاجه الثانيه كابتن هاني، وهي اختيار الحكام لكاس عالم 2026، وده بالفعل حدث، يعني بنبارك لامين عمر ومحمد صحيح. معروف تم اختيارهم في القائمه الاوليه اللي هو معسكر الاستعداد لكاس العالم. بالظبط كابتن هاني، المعسكر اللي هيقام في قطر، ودي حاجه كويسه جدا لما يكون عندك اثنين حكام ساحه تم ترشيحهم من البطوله للقائمه الاوليه لكاس العالم 2026. عندنا كمان محمود ابو الرجال، واكيد هيكون موجود هو احمد حسام طه، اكيد هيبقوا موجودين. لسه قائمة الحكام المساعدين لسه ما نزلتش، ولكن أكيد هيكونوا موجودين إن شاء الله. أنا تواصلت معاهم بالأمس كلهم بخير، مردود كويس قوي من لجنة الحكام على الحكام المصريين. قلنا الدوافع كتيرة جدا كابتن هاني، وهي توفير كل المناخ الطيب للحكام، بداية من التدريبات للمحاضرات اللي هي موجودة في القاعات، أيضا كمان الناحية المعنوية والمادية موجودة هناك بشكل كبير جدا، مساندة الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكام الأفريقية للحكام هناك، مش مخليه حكم عاوز اي حاجه، وبالتالي الاداء بيبقى اداء اكيد. طيب السؤال بقى الاهم، ليه ما نعملش كده هنا في الاجواء؟ حضرتك اتكلمت عن ان الناس ديت بتاخد يعني بتاخد بلغتنا كده واخده وضعها بشكل كويس، المكافئات الماليه يعني موجوده بشكل كويس، عمليه ان في حاله من اثبات الوجود على مستوى التحكيم، يعني الحكم نازل عايز يثبت وجوده لان في مراقبين ليه وعنده يعني بطوله مجمعه والناس كلها بتتفرج عليه. ليه ده ما يكونش موجود في الدوري المصري؟ يعني ليه هذه الامتيازات ما تكونش موجوده في الدوري المصري؟ ليه هذه الاجواء ما نوفرهاش لحكمنا في الدوري المصري والمسابقات المحليه؟ علشان كمان الحقيقه احنا عندنا زي ما بقول عندنا تالنت وعندنا حكام كويسين، ولكن عمليه العدم يعني عدم التوازن في الجزئية. طب ليه موجود في مصر كده لما بيطلع بيأدي بشكل مختلف؟ ايه اللي يعيق هنا ان احنا نقدم كل هذه الامتيازات يا كابتن؟ كابتن هاني، وانت حضرتك قلت سؤال مهم جدا، طب ايه هو المشكلة؟ هقول لك المشكلة ايه هي. زي ما قلت حضرتك، زي ما بتعمل هناك مع الحكام يا كابتن هاني، الاتحاد الافريقي واقف كويس قوي قوي قوي، ولجنة الحكام واقفة كويس قوي مع حكامها. زي ما قلت، مفيش حاجة بيحتاجها الحكم إلا ما بيلاقيها. احنا عاوزين هنا في مصر كابتن هاني ايه؟ اولا خلينا نتكلم بامانه ونتكلم بصراحه، ايوه عشان نحل، بس احنا عايزين الصالح للكره المصريه. لما بنتكلم يا كابتن هاني النهارده مستحقات الحكام، ودي ابسط شيء انت بتديه الحكام اللي هي بتلعب،
مش هتكلم بقى على الناحيه التدريبيه، ومش هتكلم على المعسكرات، ومش هتكلم على ازاي انك انت توفر العلاج وتوفر التدريب. لا نتكلم على كل ده يا كابتن ناصر، نتكلم على كل ده لو هو ده هيفيد لازم نتكلم عليه، لان ده عنصر اساسي في كره القدم التحكيم يعني. تمام. المطالبه يعني انا بقول ايه، يعني اتحاد الكره النهارده انت شفت حكامنا ما شاء الله مشرفين التحكيم المصري والدولي والافريقي، وفي حكامين رايحين كاس العالم. انا بقول من النهارده كابتن هاني يعني يا ريت نهتم شويه بالحكام، وزي ما قلت ودي يعني انا بناشد اتحاد الكره النهارده لان هو المنوط النهارده الحكام محتاجه معسكرات يا كابتن هاني، للاسف ما فيش في فلوس توفر للحكام معسكرات. محتاجين نعمل هو اشمعنى يعني للحكام المصريين ما فيش فلوس، وبعدين لما يجي مدير فني اجنبي بيدفع له 200,000 دولار في الشهر، يعني في 200,000 دولار في الشهر بتدفع لمدير فني اجنبي وما فيش طولتهم يتصرف على لجنه التحكيم عشان الناس تاخد حقوقها، ما برضو دوت يعني حاجه مش مفهومه يا كابتن، حاجه يعني حاجه غريبه كابتن يعني. كابتن هاني للاسف هو ده الواقع اللي موجود، انا بقول لحضرتك ابسط اشياء اللي كنت تقدمها للحكم هي مستحقاته. النهارده كابتن هاني بسال بس سؤال، لما الحكام بتسافر اسوان واسكندريه وبيروحوا في كل المحافظات بيروحوا يحكموا ويرجعوا ما بيقبضوش، النهارده بقى لهم خمس ست شهور ما بيقبضوش، النهارده الحكم النهارده مش محترف يا كابتن هاني، الحكم النهارده ده راجل موظف بياخد من بيته عشان خاطر يسافر. انا النهارده مستحقات الحكام مش موجوده، العلاج الشهري او التدريبات او الملاعب مش موجوده، الناحيه المعنويه والماديه والمسانده بتكلم بامانه صحيح مش موجوده، يعني هو ده الفرق ان الحكام لقت كل الكلام ده هناك يا كابتن هاني بامانه، وهنا الكلام ده مش متوفر وللاسف الشديد. بقول لحضرتك احنا محتاجين نعمل معسكر الفار. يعني ايه معسكر الفار النهارده؟ انت عارف بروتوكول الفار النهارده كل الحكام وكل الدول بتشتغل على الفار. طبعا. النهارده لجنه الحكام قدمت على معسكر للفار، مفيش امكانيات انك النهارده تعمل معسكر. ايوه يا كابتن، ما كلمه مفيش امكانيات دي هتجنن يعني ايه مفيش امكانيات؟ انت راجل انت راجل دلوقتي دافع شرط جزائي لمدير فني يعني اطاح بينا في دور ال 16 دافع له اكثر من 800,000 دولار او 600,000 دولار. يعني يجي ازاي انك مفيش امكانيات انك تعمل دوره فار للحكام بتاعتك؟ ما هي دي برضه علامه استفهام. وبعدين حضرتك ما بتقول مفيش مسانده ومفيش فلوس ومفيش انتقالات، والحكم عشان يسافر اسوان بيقعد له في القطر 15 ساعه، فكل دوت ازاي في الاخر تقدر تقيم ان الحكم ده جيد ولا لا؟ ما هو ده ظلم كمان للحكم نفسه. بالظبط يا كابتن، يعني عشان كده بنقول من خلال قناه النادي الاهلي ومن خلال حضرتك وكل البرامج بنتكلم يا جماعه النهارده التحكيم النهارده كابتن هاني بقى صناعه، وزي ما حضرتك قلت في البدايه الحكام شرفت التحكيم المصري وكانت ممثله بشكل جيد في البطوله. صحيح. لان النهارده الحكام بتديك مردود طيب خارجيا، المفترض انك انت النهارده بقى يعني هذه النقطه نقف عندها ونبتدي نشتغل ازاي النهارده عندنا 2026 يا كابتن هاني، لو ما كانش عندنا طاقم تحكيم هيروح كاس عالم بالكامل هتبقى المسؤوليه مسؤوله تقع على انا متفق معاك متفق معاك انا بتكلم بامانه، احنا عندنا النهارده بقول اهو عندنا محمد معروف امين عمر حكمين، هنقول هيتاخد مع واحد منهم مفيش مشكله، هيبقى في معاهم محمود ابو الرجال، هيبقى في معاهم احمد حسام طه، عندنا كمان محمود عاشور ومحمود البنا الاثنين على الفار، هيبقى عندك طاقم تحكيم ممثل في كاس العالم. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه كابتن هاني، وهي النهارده بنتكلم على البطوله، خلي بالك في حكام لعبت ثلاث مباريات، وفي حكام لعبت مباراتين، وفي حكام لعبت مباراه واحده، وفي حكام روحت ما لعبتش ولا مباراه. لما يبقى النهارده عندي محمد عادل لعب ثلاث مباريات ولعب مباراه مهمه جدا 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 هي مباراه مالي لو حضرتك تفتكر. صحيح. ولعب محمد امين عمر لعب ثلاث مباريات ولعب منهم مباراه قبل النهائي، يعني اذا النهارده الاتحاد الافريقي النهارده بيعول على حكامك ماشيين كويس، محمود عاشور كمان ماشي كويس قوي 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 النهارده لما يبقى موجود هو في نهائي البطوله وحكم للفار رئيسي، يعني دي حاجه كويسه. طب اعرف برضو راي حضرتك في طبعا كابتن امين عمر في مباراه طبعا نيجيريا وجنوب افريقيا، تقييمك كان ليه مباراه صعبه، مباراه كان فيها احداث كتيره جدا جدا، رايك ايه في كابتن امين عمر؟ شوف كابتن هاني، وهناك ودي حاجه مهمه قوي، حضرتك سالت السؤال البعض يعني يمكن برضك يعني اللي بعيد عن التحكيم ممكن ما يعرفش، اولا امين هناك يقيم على ثلاث مباريات وليس مباراه كابتن هاني. طبيعي. يعني هم تم تقييمه يمكن الكلام ده انا عرفته امبارح على الثلاث مباريات اللي هم لعبهم امين، لعب مباراه افتتاح بشكل كويس قوي 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 والكل اشاد بيه، لعب بعد كده مباراه في دور المجموعات، وبعدين لعب مباراه قبل النهائي، يمكن قبل النهائي كان في حالتين، الحاله اللي هي حصلت ركله الجزاء
اللي هي بتاعت بيرسي تاو لو حضرتك تفتكر. لعبه كانت صعبه قوي 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 كابتن هاني، ويعني هو دي اللعبه اللي هي ما اتحسبتش وراح نيجيريا جاب جول ورجع حسبها ضربه جزاء. وفي لعبه اللي هي خلينا نتكلم في لعبه ركله الجزاء الاول، ان هي يمكن كان معاه حكم شاطر في الفار اسمه لحلو بن برهام اللي هو الحكم الجزائري من ضمن افضل الحكام في البطوله في الفار. هنا لما حصل ما حسبش ركله الجزاء وبعدين راحت بهجمه لنيجيريا، واحنا قلنا دايما في البروتوكول اي هدف بيجي كابتن هاني بيتم مراجعته. هنا كان في ركله جزاء تسبق الهدف وبالتالي هنا راح للفار رجع حسب ركله الجزاء. دي كانت حاله، وهنا هو حقق العداله التحكيميه كابتن هاني. يعني الفار تدخل، انا شايف انها تحسب له مش تحسب عليه يعني بالضبط. يعني رجع لما رجع للفار خد القرار ورجع حسب ركله الجزاء. والبعض يقول لك ازاي في هدف يجي وتلغيه وتحسب ركله الجزاء، هو ده البروتوكول للفار يا كابتن، وده ميزه الفار يا كابتن هاني. صحيح. الحاله الثانيه وهي كانت الفرصه المحققه، وهو يمكن كان صعب ان هو يعني ما قدرش يعني من زاويته يحدد هل اللاعب نجح في لعب الكره او تم عرقله اللاعب المهاجم، ولكن ايضا الحاله ديت الفار جابوا فيها ورجع وخد القرار الصحيح والمباراه خلصت ما فيش اي اخطاء مؤثره في نتيجه المباراه كابتن هاني. وبالتالي هنا حتى مردود اللجنه هناك ما كانش في اي حد يعني زعلان من الاداء، ولكن الاداء بشكل عام كان اداء كويس. نفس الشيء على محمد عادل، يمكن البعض شاف ان في نهايه المباراه حصل بعض المشاكل كابتن اسامه لو انت شفت المباراه. مباراه مالي اعتقد كان هجوم من لعيب مالي، يعني كان اللقطه غريبه قوي يعني. بالظبط. هقول لك نقطه مهمه كابتن هاني، عشان بس الناس تبقى عارفه القانون بيقول ايه يا كابتن هاني، ودي مهمه من خلال قناه النادي الاهلي. لعيبه مالي لما اعترضت على ان الحكم كان هناك ركله ركنيه لصالح مالي في الدقيقه الاخيره، كانت الدقيقة الأخيرة اللي هي تقريبا بعد الشوط الرابع. هو هنا يعني استأنف، كان اللعب الهدف جه وبعدين استأنف اللعب وبعدين أنهى المباراة. لعيبة مالي اعترضت على إن هم يعني إزاي الحكم ينهي المباراة وهناك ركلة ركنية لم يتم تنفيذها، على أساس إن هم ممكن يعني يبقى عندهم فرصة إن هم يجيبوا هدف. صحيح. هنا القانون ده كابتن هاني بيقول إيه؟ الحالة الوحيدة اللي الحكم ممكن يمد فيها الوقت اللي هو الوقت بدل الضايع، فعندما يحتسب ركله جزاء ينتظر لحين تنفيذها. دي الحاجه الوحيده طبقا للقانون. لو انت مثلا الوقت انت اديت دقيقتين وقت ضايع يا كابتن هاني، والدقيقتين انتهوا خلاص وحسبت في اخر الدقيقتين ركله جزاء، هنا ما تقدرش تصفر بنهايه المباراه يا كابتن هاني. اكيد لابد انك انت تنتظر تنفيذ ركله الجزاء. بس برضه يا كابتن يعني خلينا نتكلم بكل امانه، انا لو لعيب جوه الملعب ومغلوب 1-0 وجالي او فرقتي جالها ضربه ركنيه في اخر يعني بعد الوقت ما خلص، في بتبقى احساس في الملعب يعني طبيعي جدا انك خليهم يلعبوا ضربه ركنيه، لكن يعني انا شايف انها قد تكون ممكن يكون ليها جزء من يعني اكون فاهم لعيبه مالي اعترضت عليه، لان كان ممكن جدا يسيب يعني ممكن جدا يسيب نص دقيقه ديت يعني. كابتن هاني احنا عندنا حاجه اسمها محاضره اسمها الماتش مانجمنت. اوكي. اللي هي اداره المباراه. من ضمن اداره المباراه يقول لك كمان خلي بالك الحكم ما بيحكمش بس، ده الحكم يدير المباراه. زي ما حضرتك بتتكلم كده. هنا في ركله ركنيه مثلا، في بعض الحكام ينتظر، ودي من ضمن الحكام اللي هي عندها اداره، يعني مش بقول ان امين ما عندوش اداره، ولكن هو امين شاف ان الوقت انتهى وصفر. ولكن خلينا نقول زي ما قلت كده، ايه المشكله؟ انا خلاص ركله ركنيه. كان ممكن امين يسمح ب ان هي تتلعب. كان محمد عادل كابتن، طبعا محمد كان قصدي محمد، انا اسف، محمد عادل بالزبط. وكان انها، ولكن ده مش في القانون يا كابتن هاني، يعني خلينا بس نوضح طبعا. ان القانون الحاله الوحيده هي ركله الجزاء، ولكن كاداره المباراه ممكن انا كحكم اسمح بان الركله الركنيه تتلعب وتتنفذ وخلاص، وبعدين انهي المباراه، خاصه ان الهدف اللي جه كان هدف قاتل وكانت مفاجاه كابتن هاني للعيبه. صحيح. يعني صدمه يعني. ولكن بشكل عام يا كابتن هاني انا بقول حكامنا ماشيين بشكل كويس، ولكن هنا احنا ينقصهم حاجات كتيره جدا. نتمنى ان اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ جمال علام ينظر للتحكيم، مش بس مستحقات يا كابتن هاني، لا يعني زي ما اللعيب بياخد يا كابتن هاني من تدريبات ومعسكرات، هو نفس الشغل اللي بيتعمل مع اللعيبه. مهم جدا يا كابتن ناصر، زي ما حضرتك بتقول يعني دي طبعا رساله من حضرتك لاتحاد الكوره الحقيقه، لان لازم نهتم وندي الحكام حقوقهم كامله عشان نقدر نحاسبهم. كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي بنشكرك شكرا جزيلا.